حطين انت ولد يا طويل، تعال تعال لا 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 نقص 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 من هذا حط حط هنا حط هنا حط هنا حط هنا حط هنا نقص من الرز ذا روح يلا تعال الماسي جيبوا صحن اخرتها بس كذا اصبر اصبر انت يا كتفي الحين سائل ما يقدر حتى حش حش اقول لك شيء قال العصليب السلام عليكم رغم اني انا اطول واحد في القريه لكن فوق انا والله طرحتوني ما اطولك اهلا مرحبا يا رب تترك شلونك كيف حالك يا هلا والله اهلا وسهلا يا ابو ما شاء الله على طول هذا سلام نور سلام نور هذا سووني دبس ما اقدر خشمك انت خشمك طول خشمك خشمك لا 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 بسرعه خشمك خشمك مستعجل عندي شغل خشمك احمد سالم مرحبا والله ما اسال انا حبيب ابو حمد ارحب هي كره تسلح اصلا زوجي يا عيال ما هي مشكلتي اني صرت طويل يا رب شلون ابي كيف صرت طويل ايش الخلطه والله العظيم شربت لي شو اسمه حليب حقك المشبط الحليب فصار فيه ماده تبغى كبسه هل انت من عصر الجاهليه؟ ها؟ هل انت من عصر الجاهليه؟ نعم نعم ما رايك بطبخنا؟ كيف الحروب معك؟ انه حلو بس هو جيد امشي امشي يا الفتى امشي انا الله رزقك بشيجان الحمد لله عاش امشي يا الله الله رزقك بشيجان طوال ما اقدر اجلس معكم كل اخويا 23 اقرطوا مطيتوا بخير يا قهوه ذوق اطلع 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 شوي لا ادفك انت وياه يلا اطلع والله اسوي لك دبل كيك ها تعال يا احمد ما تبغى تغد ما سنعرف حسن أنا. ايه ها خلاص خلاص هجيكم تقدم بهالعاف تعال تقدم انا انت وياه لا لا هو لا. تقدم من النخل نتا فوق وش انت وياه ليه شايفين احنا مليون انا واحد بالحاس طيب تعال تقدم جاي خبل هذا ارقص غن غن ما يصير احنا نتغدى ثم نشوفكم ترقصون كزوي والمغرب بيدن حرام كنت برا كنت برا كنت برا مثل العسل وسط الضماير لا لا ما انكسر رجلي يا ربع هذا كله من الغداء هذا كله من الغداء رجلي ينكسر هذا الجوع اعمى لحتوني القسم بالله اعطيتوني والله يا والله عصر الجاهليه اجل ها اي اذكر الله لا لا طعن رجلي لا يفوتك الغداء لا يفوتك الغداء لا تفوتكم الكبسه السايريه بسرعه عليك في الصحن ذا يا رايد انت و... الله اكبر واستكني رجلي اصبر ليه يا ليه 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 طلعت من ورا الكواليس اذا طاح جمال كثرة سكاكين يا رايد خلاص اي أيوة والله يا طاح الجمال ترى هذا مثال يقول طاح الجمال كثرة سكاكين اي هذا انتم يلا والله اني هالمره اني اللي اقوم يا رايد يلا اليوم رايد تقعد اصبر يا خالي حبيبي